هاد الجدل اللي خلقاته البطاقة ديال الفنان والقانون ديال الفنان، غنمشيو لجدل آخر، حقوق المؤلف. كيفاش المؤلفين والمبدعين المغاربة أنهم يضمنوا الحقوق ديالهم؟ كاين واحد المؤسسة اللي هي المكتب الوطني للتأليف أو المكتب المغربي لحقوق المؤلف. هاد المؤسسة هذه جات باش تحمي حقوق هاد الفنانين وهاد المؤلفين. فبالنسبة لك واش هي قدرات تأدي الدور ديالها؟ هو قال لك من لا يشكر الناس يشكر الله. المكتب المغربي لحقوق التأليف إلا رجعنا لواحد سنوات قليلة قبل، راه كان بحال مبني لمجهول، ما كنا كنعرفوا عليه والو، ما كانوش المعلومة ما كتوصلش. آخر مدير كان قبل كان سميتو المدير السابق اللي قبل من هاد السيدة اللي كاينة دابا حنين، حتى الاستقبال إلا بغيتي غير تتلاقى معاه ما هي وما لونها، وكأنك غادي مع شكون غتقابل، وكانت الأمور هامضة. اليوم كنشكروا الإدارة اللي كاينة دابا حنين على رأس السيدة دابا الحمد لله العلوي. هاد السيدة أبانت امرأة بمئات ألف رجل، كنقولها بهذا الشكل هذا، يعني كتقاتل من أجل مصلحة الفنان. ولكن احنا ما غاديش نجيو بعد غياب سنين طويلة والأمور مازال ما واضحاش ما بيناش، وغنجيو بين عشية وضحاها وغادي نقولوا احنا غادي نكونوا في المطلق يعني وصافي راه الأمور مزيان. لا، لابد كاين شوية. اليوم عدد ديال الناس اللي مشاو عاد كيتسجلوا دابا باش يضمنوا الحقوق ديالهم، وتم اكتشاف انه كاين الناس اللي بداو كيلعبوا تلاعبات. كاين مثلا كاين الانسان اللي عمره ما دخل كاع السوتو وكيحطوه على اساس انه تا هو راه سجل معاهم، علما انه عمره ما سجل. فهاد الامور كلها بقاو غاديين الناس ديال المكتب الحاليين كيدرسوا فيها وكيضبطوها بشويه بشويه. اليوم في ظل هاد الضجيج اللي واقع والناس كتقول لا وحنا ما عندنا، علاش ما عندناش الحق، وعلاش مازال ما تسجلناش، وعلاش هادي وعلاش هادي، ارتأت الدولة في إطار تدخل ديال وزارة الثقافة بشخص الوزير السيد بن سعيد أنه دخل الدولة كمراقب، على أساس كمراقب باش تمشي هاد المؤسسة نختصرها لك بما يرضي الله. هذا هو اللي فهمونا واللي فسروا لنا، وكان ونعملوا خيرا ان شاء الله في هذا المخطط هذا. احنا مع هذا الطرح هذا، نبغيو الدوله تكون كمراقب، لان جرت العاده ومن خلال تجارب سابقه اقولها واعيدها واكررها واحبها من احب كريم كان. تجارب سابقه كانت بعض تعطات فرصه للفنانين انهم يسيروا امورهم بيديهم، ولكن وقع ما لم يكن في حسبان، مشاكل واختلالات واختلاسات روينا، هادشي كان غير على مستوى التعرض راه كانت فيها مشاكل كبيره. فحنا كنبغيو حتى الجهه المشرفه على التوزيعات والامور وهادشي هذا كلها تكون محايده، ما تكونش من الفنان. حنا كنعرفوا حنا اهل مكه اضرار بشي حاجه، كنعرفوا شنو الواقع، ونتمناو على الله انه يدخلوا ناس او على الاقل يدخلوا ناس اللي لهم علاقه بالفنانين. كاينين الناس ديال الاعلام كبار ومحنكين وفاهمين شنو كيتقال، كاينين الناس مثلا في كتاب روائيين وهذا، ولكن الناس عندهم درايه بخفايا الفن وفاهمين شنو هذا. فاحنا عندنا الايمان بان هذوك الناس هما اللي يقدروا يمشيو هاد اللجنه هذه. ولكن باش نبقاو نجريو وكنغوتوا والضجه كبيره وحنا بغينا الاستقلاليه، وكاين اللي كيقول بغينا الاستقلاليه وما فاهمهاش اصلا علاش هاد الاستقلاليه، فكنقول لها الاستقلاليه غير من مصلحه واحد الناس كلاو وشربوا شحال هذه وكيقلبوا على بلاصه دابا ثاني في هذه البيعه والشريه، ونحن لهم بالمرصاد وراه ما غاديش يشدوا هذيك البلاصه. وواحد منهم دابا راه داير حاله باغي يوصل باي وجه كان وباغي يدير، انا كنقول من خلال هذا المنبر راه خفايا كلها عرفناها من قبل، ولا غندويو ندويو بعدا على هذوك الاعمال اللي كتقول انا مبدع كتحط داك الشيء في التلفزيون في المكتب المغربي لحقوق التاليف، هذيك راه يجب ان يعاد فيها النظر. لان استعرف الاخت شيماء واحد النقطه، السجين زمان كان الملحن كيجي القيثار، ولكن قبل ما كيدخل السجين كان كيجلس مع فرقه موسيقيه. والله العظيم شحال من واحد سجلناه عمدا جايب القيثار كيفاش معزوفه بالعود في النهار الاول وخليناها تثبت لي حقه، وهذا الشيء اللي ما كنلقاوش دابا. لا ما فهمتينيش، كيجيب القيثار معزوفه بالعود راه ما تسمعهاش حتى في سبيل الله، وكيجيو الموسيقيين وهما اللي كيقادوه، لا من ناحيه الميزان ولا من ناحيه
الجمل الموسيقيه وكي حيت وعاد دابا راه دابا حاليا دابا راه اصبحوا موزعين اللي كيشد الاغنيه كيحولها من الصفر حتى لواحد الدرجه ما نقدرش نقول لك فين وصلت. وفي اخر المطاف كيمشي هو اللي كيستافد وكيولي كيدوي وكيهضر وكيقول نحن المبدعين. اودي لها الشيطان القضيه راه مستوره ودابا الا بغيت تهضر عندنا ادله نحطوا لهم الاغاني كيفاش معزوفه بالعود النهار الاول والله ما تعطيش فيها تشريبات. فاذا يحشم بنادم على راسه ماشي لقى واحد النهار فرصه الناس ما كدويش وهما اللي كانوا كيدوي وكيكتبوا وكيدوي كان كيحسب لهم راه الفوضى غتبقى ديما. دابا راه جا واحد الوقت الناس ما بقاتش كتسكت كلشي كيدوي على حقه. هادشي اللي كاين. وندوزو دابا الموضوع اللي هو شائك اللي هو الدعم، الدعم المقدم للفنانين كانت واحد الضجه وباقا حتى لحد الان كاين باقي الصدى ديال الضجه باقي كاين لان الناس استافدوا من الدعم وناس اخرى ما استافدوش. الناس ما عارفاش اللي بعيد على المجال الفني ما فاهماش اصلا شنو واقع شنو جاري. الا كان ممكن بغينا نقربوا الناس اكثر من الخبايا ديال هذا الدعم. هذيك القضيه اللي كانت وقعت هي فيها واحد الفهم مغلوط بزاف الناس ما فاهماش وكاين شي وحدين كيركبوا على هاد الامور ديال ما فاهماش وكيبداو كيفهموهم الغلط بالغلط وكيزيدوا داك الشيء كيرونوه مزيان. هذا مشروع الدعم كيتعلق بالاغاني بالموسيقى بالمسرح بالفن التشكيلي بجميع. وبدات هذه العمليه منذ سنه 2008. كل عام كتجي الدوله من خلال وزاره الماليه كترصد واحد الميزانيه هي يعني ميزانيه لا يستهان بها وكيقول لك مرحبا تفضل حنا غير نعطيوك الدعم ولكن دعم بني على شروط منها الى كنتي في المجال ديال الاغنيه تقدم لنا من خلال واحد اربعه الاغاني او سته على حسب. ولا كنتي موسيقى كتجيب لنا معزوفات ووصلات موسيقيه مثلا واحد العدد ديال الاعمال المسرح نفس العمليه يعني داك الشيء مبني على معايير فكيدوز داك الشيء امام واحد اللجنه وهذيك اللجنه راه هي كتحاسب راسها مع الله سبحانه وتعالى شغل هذا. انا لا كان شي كيف كتسمع في الكواليس راه كاين تواطؤ ما بين كذا وكذا راه اللي قام بهذه العمليه انا لا اعتبره لا فنان ولا حتى انه يتحسب على المجتمع الاسلامي. ومني كيدوزوا في اللجنه كيتم اختيار الاعمال اللي كيقولوا بانهم جاده بناء على هما الحكام لا ندخلوا لهذا. فكيتم واحد التوزيعات هذا مثلا شحال خدا هذا الاخر شحال خدا على حسب كاين اللي كينشغل على جوج اغاني مثلا مزيانين كاين اللي كينشغل على اربعه كل واحد على حسب. فهذه المساله هذه تمت منذ سنه 2008 والناس كانت لا علم لها بهذا الموضوع ان كانت علينا واحد المشكله كبيره وكنقولها وكنعاودها كانت ديك السريه وذاك سياسه التعتيم وما كنقولوش ما كنوصلوش المعلومه. يعني كتقول راه كاين واحد الدعم ديال كتقتل بطول هذه الخبيره هذه غير بين فئه معينه. ملي جات كورونا بنادم جالس مقابل غير كيتسمع لا الانترنت مواقع التواصل لا قال هذا الاخر كيسمعها فعاد عرفوا شنو معنيته هذا المعنى ديال الدعم ولكن اللي خداو المعنى خداو غلط ما فهموش. الوقت اللي فاش جا هذاك الدعم اللي كيجي كل سنه جا في الفتره ديال كورونا الناس عند بالها راه الدعم غير هكذا الدوله غتعطي كيفرقوا في الفلوس. ومني كتعطي دابا الدعم الدوله وكتقول هذا العمل هذا مثلا ناخذوا على سبيل المثال ناخذوا ذاك الوليد حمزه ربيع وي جاتو مثلا واحد 80000 درهم الفهم الغلط وانا كنقول لمده غير تصمتوا الفهم الغلط هو انه كيحسب لي ديك 80 راه شدو دارها في جيبو راه غيخلص منها الكتاب غيخلص منها الملحنين الموسيقيين العازفين الاستوديو توزيع مطالب باش يوزع على الاقل واحد 1000 فرصه كاين مصاريف الوثائق هنا 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 وشوف اخر المطاف واش غتبقى لي شحال وهو اصلا خص يبقى لي لان يعني القانون كيفرض عليه حلا هو 60% عطاته الدوله وخصو يزيد 40% من جيبو. دابا هذا التهدى راه مشكل. كانوا بعض الفنانين خرجوا في ديك المحطه كيقولوا نحن سنتنازل على هذا لا ما تقولش سنتنازل هذه غير 60% وعطيها الدوله لهذوك الناس اللي خدموا في هذاك المشروع 40% اللي خاصك تزيد من جيبك. ولكن باش تقول غادي نتنازل ما عندكش الحق ما عندكش الانشاء ديالك ديال الموالي
وما عرفنا واش تلازم ولا ما تلازمش حيت حنا ما عندناش جواب. فاحنا نبغيو في الاخير اننا نوضحوا شويه غير المعايير باش تكون واضحه، المعايير ديال الاستفاده من هذا الدعم. المعايير ديال الاستفاده من هذا الدعم هو كاين واحد حتى بحال دابا هذا العام هذا تم الاعلان على هذا المشروع هذا في الدعم، وخرج داك الشيء في الموقع ديالو ديال وزاره التخاطر. هي كاينه واحد المشكله كاين لا وثائق وهذا راه خصك جوج الناس يتعاونوا معاك باش. وهذا العام دار واحد القضيه مزيانه، دار واحد لابليكاسيون بلا ما تحتاج تجمع ديك الاوراق وديهم ليهم، يعني كتعمرها في كتصيب داك الشيء بار انترنت. ولو ان كاين واحد فئه نتاسف ما عرفوش كيفاش يتواصلوا بار انترنت وبعد ما جرى وقاموا، ولكن داك الشيء في الاخر ما مشاش لهم ما دارش لهم داك المسائل. انا كنطلب من خلال هذا المنبر انه المبدع راه كيعرف الابداع والموسيقى وهذا ما تكثروش عليهم الوثائق بزاف. المشكل دابا اللي كاين في هذا لابليكاسيون وفي هاد كثره الوثائق هو كتلقى بعض المرات عند انسان مبدع عنده شي اعمال في المستوى العالي، ولكن تحرم انه يشارك لانه ما عرفش كيفاش، ما خداش وقت بالنسبه لجمع ذوك الوثائق، ما عرفش كيفاش يمشي ديك لابليكاسيون. وكتقدر تلقى واحد عنده داك الشيء غير على قد الحال، ولكن عارف كيفاش يدوز ويسلك الطرق وهذا وسميتو. وهادشي هذا كنتمنى من الجهه الوصيه انه تحاول تخفف شويه من هاد الوثائق بزاف، لانه هو كيبقى فنان والمهمه ديالو الابداع. الابداع احنا نورمالمون راه والله العظيم شتي لو يديروا غير الابداع بلا ما تقلب لا على وثائق لا والو، والله ربما غيكونوا شي ابداعات اللي ما نكونوش ضاربين لها الحساب نهائي. ونتمناو ان شاء الله يا رب ان الجهات المعنيه انها تسمع الصوت ديالنا ان شاء الله يا رب، وديال الفنانين وتشوف من الوضعيه ديالنا يا رب. فكان هذا هو لقائنا، على امل اننا نلقاكم في لقاء جديد، وان شاء الله غادي نخصوا لقاءات اخرى باش ندويو على هذه المواضيع اللي كتخص الفن والفنانين، لانها مواضيع اللي كتحتاج منا مازال الاشاره ومازال اننا نطرقوا لها اكثر. وان شاء الله غيكونوا حاضرين معنا ناس اللي مختصين في المجال الفني، وعلاش لا ان نصادفوا حتى السيد مصطفى ان شاء الله. فكان هذا هو لقائنا اليوم، نتلاقاكم ان شاء الله في لقاء جديد قريبا جدا، والسلام عليكم.